فنحمد اللي خلقني في كل درب، فنحمد اللي خلقني في كل درب مشيتا، كنت اشتغل في تأني شيء بيدي بنيتا. أنا أحمد اللي خلقني في كل درب مشيتا، كنت اشتغل في تأني شيء بيدي بنيتا. أكل البهايم عطيتا، وشيني وحطي وابني، والزرع كله سقيتا. واليوم ما نمت هني، ليلي طويل سريتا. والصمت فيني يومني، والحرف دمع بكيتا. يا بوي لا تتهمني، ابنك وليه ابتليتا، زعل علي جرحي ألم ما قويتا. خذوك يا العم مني، والهم فيكم قريتا، كل الهموم احتوني، والآه عني نهيتا. الحق يرجع البيت، لاح الأمل وابتدرني، ربي عظيم وجيت، مهما يطولت عني الحق يرجع البيت. تعيش من أجل سيارتك وبيتك وبطينك حبيبي.
ترى بعض الناس ما عنده الا هم 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 قم قم بس، مرابط عند القرموشي، مرابط عند البلكوشي، والله يا اخواني ما يخشى الا عند الصحون الله يزخر. لا تدمع عينه في مجالس الذكر، يصيح اذا جاع تكفون الحقوني بطني عطا حبيبي بندي ولا مثلوثة ولا الله يرحم حالنا. قلوبنا مهفة على الله اللي بالرحيم الله، سرقت قلوبنا الشهوات، القلب يا اخواني مفحط والله العظيم. نتكلم نذكر الله يرحم الحال، وش يقول المطوع ما يدري ايش السالفة يا شيخ، اخطأوا الطريق، القلوب وينها يا اخوان؟ واحد يا اخوان تضيع قروشه يدورها، طيب ضايع قلبك حبيبي. والله لا يسعد الناس الا مجالس الايمان والدين. شوف انت الان في سعادة، هذا من الله، جلستم اتيتم فرغتم انفسكم لله، الان في قلبك سعادة مرتاح. اي والله ودك تخم اللي جنبك، اقسم بالله ما شفتهم يا اخوان، ما شفتهم لما يجيب هدف واحد نادي التي هدي هب. والله العظيم اقسم بالله، والله العظيم. ليش؟ قال نازل المشجعون في نصرة الفريق الإيتي، أتى الثلاثة لنصرة الدين، ولذلك يتحابون. صديقي والله العظيم لازم كلنا يا إخوان ننصر الدين، ونمشي وننصر الدين في كل مكان، عشان الله يألف قلوبنا، عشان يرتاح القاضي، ترتاح الشرطة، ويرتاحون يا إخوان، ويخف للناس العنابر، ترتاح الحرمة في بيتها، تجد رجال طيب يدخل السلام عليكم، ما يدخل مقفلة جميع المحطات يهيش من اللي فيهم يهيش. عندك حوش بقرة حبيبي؟ والله العظيم بعض الناس يتضارب مع زوجته يقول يا بقرة، وهي تقول للثور عائلة المراعي دي بلاوي. ليش؟ هو متضايق من نفسه، يقول يا مرة لا تكلميني، ترى طاشان من نفسي، زهقان من نفسي. شوف الشيخ يقول انا طفشان، سدي الله عنك. حله يا شيخ حله يا احبابي. علاج الانتحار التوجه للواحد القهار، اسمع ثم داور، ارجع حبيبي طريقك صح. ترى بعض الناس يعرف طريق يا اخواني، ها القهوه يا ابوي يا ابو حميد طلوا وين؟ قال القهوه عمر وزمر عمر. والله شهرين في سجن القهوه، خشت اشك مدد سن مبوش طلوا عمر. الناس تروح القهوه تعمر، دمر يا شيخ دمرت الناس. احبابي وجهوا الناس المساجد، وجهوا الناس لها المجالس، شوفوا اقسم بالله تخف الجريمه يا شيخ، ويرتاح الناس ويرتاحون بس للدين. ابو بكر رضي الله عنه عين عمر قاضي سنه او سنتين في عهده، ما اتاه متخاصمان. تصور عمر يفتح بها مجلس القضاء يسكر سنتين او قيل سنه، ما جاء متخاصمين. ليش؟ رجاجيل ضحاطيح، عرفوا الدين طبقوا الدين. هذا اخوي مسلم، ما ازدريه ما احشه، ما اكل قروها ولا ازدريه، اخوي يمكن افضل مني. ما تزدري اي مسلم يسجد لله، يمكننا هندي لكن لله جندي، يسجد لله يمكننا افضل من الارض منك، ما تحتقر احد. المسلم المضبوط، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم، بيقول التعريف، المسلم من سلم المسلمون ايش؟ من لسانه ويده، الدين مضبوط. نغفل وعن غفراتنا ما انتهينا، نجحد خطانا دوم لو كان مخطين، نتبع هوى نفس عليها خذينا، لو قال تمشوا ما رفضنا وماشينا، النفس تامر بالخطا لو نفينا، حقيقة ما هي هقاوي وتخمين، الله ذكرها بالكتاب وقرينا، ما قال رب البيت شفناه بالعين، أمور دنيانا نحب بس أقول سقها وقزر، نشوف ثوبك يجرجر من تحت كلا تغبار، يسحب تراب الشوارع أقول سقها وقزر، نشوف ثوبك يجرجر من تحت كلا تغبار، يسحب تراب الشوارع أقول سقها وقزر، صدرك ذبحت بزقارة ما تدري إنها خسارة، تدري ولكن تعاند أقول سقها وقزر، صدرك ذبحت بزقارة ما تدري إنها خسارة، تدري ولكن تعاند
أقول سقها وقزل المدرسة ما تبيها يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب أقول سقها وقزل يكود تغصب عليها نتيجتك دوم راسب أقول سقها وقزل متسكعين بالشوارع تدور والراس فارع إلى متى يا مخفة أقول سقها وقزل متسكعين بالشوارع تدور والراس فارع إلى متى يا مخفة أقول سقها وقزل.